قضية صحراوية اليوم في لجنة تصفية الاستعمار تاع مجلس الأمن. إذن ما هيش قضية إنسانية ولا قضية، ودامت راه في 45 سنة، أكثر من 45 سنة، 48 سنة. احنا بالنسبة لنا قضية الصحراء ناضلنا من أجلها، وما لازلنا نناضلوا من أجل حرية الشعوب. احنا شعب مسلم عربي نساندوا في طالبين الاستفتاء. انت إذا كان فيه استفتاء والأشقاء صحراويين قرروا باش ينتموا انتماء نهائي إلى المملكة المغربية، احنا أول من يصفق. صحيح، لكن فخامة الرئيس الوضع تغير اليوم. ما تغيرش، هناك اعترافات دولية، هناك قنصليات تفتح في فولكلور دبلوماسي. ما فيه لا اعترافات ولا مش اعتراف، ما كانش اعترافات. كانش اعترافات. الجمهورية الصحراوية معترفة بها 74 دولة وعض مؤسس على الاتحاد الافريقي. نعم، الامور هذه احنا ما عندنا فيها لا جمل ولا ناقه.